ايوه يا معراج. وبفكر اني انقل كل شهلي في حته في مصر اسمها زنقه الستات. ايوه. ايه ده؟ يا لهوي يا معلم، مالها دي فيها؟ خدت بالك من زنقه دي ستات؟ يا سلام، ترد نفسك. ايه؟ ترد نفسك. ماشي ماشي. ايوه يا باشا اتفضل. انا مش فاضي لكل الهري اللي انتوا بتهروه ده. انا اصلا سايب الهربيه بتاعتي بره بتتسلى عند الميكانيكي علشان الكاوتس فسه. ايه ده؟ ايه دي؟ ايه ده؟ ما الكاوتش كذابين، هو الكاوتش هو اللي ولا انتوا اللي وبتجيبوها في الكاوتش؟ انا اصلا ريحتكم منتنه من اول ما دخلت وانا قرفان منهم يا معلم. مش يالا، ايه الهنود بياكلوا حاجات مشطشطه؟ اه انتوا معفنه على طول. ماشي ماشي. اهلا بيكم اهلا بيكم. وان شاء الله ان شاء الله انا عايز اعمل معاك شغل كتير قوي. اه. وكل حاجه ممكن نقعد نحسبها بالورقه والقلم. ايوه ايوه. ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا مهراجة. مهراجة ايه؟ حرام عليكي، ده انا صدعت انا. ونقعد بعيد. هو قلم جاف، بس قلم جاف هو. اجيب لك كتفاصيل يا مهراجة؟ كتفاصيل مين يا عم؟ بلا مهراجة بلا قرف. ايه ده؟ ايه ده؟ ده طلع من وجهي. مجاني عندي بجد ولا ايه يا بيت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مهراجة. مهراجة يا عم. مهراجة يا عم، تضرب بجد جاب. معلش 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 معلش، ايه ده تقيله شويه؟ معلش معلش، ده كل ده عشان قالت بالورقه والقلم. امال لو قالت خدتني 100 قلم بقى كان وشك حصل له ايه؟ خلاص وقفناها بعيد، كمل كلام. معلش خلاص. والله هاجة اخر قرف ولا اخر قرف؟ هاجة اخر فجاه قلب نوبي ليه؟ مش عارف. ماشي هاجة اخر. نفس الهنود بيتكلموا ازاي؟ ده هتحطها فين؟ اه انت راشقها. ماشي معلش يا عم. معلش لا لا لا، انا ليها مكان احلى اهو، بس هنا كده. ايوه وعلى الاقل كده ممكن تجيب قنوات. معلش انت كده ممكن تلقط الماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي. خليه خليه بس، حضرتك منورنا والله. هات كرسي، هات كرسي بسرعه. حاضر يا معلم. لا ايه؟ لا ايه ده؟ كرسي لا. معلش مهراجة قول له تجيب لنا منها. انجي براررو، انجي براررو، انجي بنجي النو. هنولع عياد الجو. ايه ده؟ هنولع عياد الجو خلاص. دول وقت اورتيجا معلم، دول مش شيبا. ايه يا عم؟ هو من قبيلة في الهند بيعبد الكراسي. استغفر الله العظيم. خلاص يا عم خلاص، بلاش كرسي، لازم اوديك دمياط، هتنبسط قوي هناك. اه سمعت ان في مزار حلو قوي في دمياط. طبعا عندنا كذا مزار، في كراسي كتير قوي. اه ان شاء الله هتنبسط. هات له البضاعه بسرعه. ماشي. طب حضرتك عايز البضاعه كلها ولا حاجه معينه؟ انا خبور كبير قوي في المجمهره. انت ايه؟ خبور كبير قوي في المجمهره. خبور؟ مش تعال نشد ونشوف، لو فيستك هنشوف. لا لا معلم يا معلم. يا معلم خبور مش من اللي بيتشم يا معلم. امال ايه؟ خبور ده في الهند يعني خبير. خبير؟ لا بقول لك ايه، لو على الخبوره فالمعلم ياما تخبور. اه ولا ما انا بفهمك. ولا ده ابو الخوابير في مصر ده. ابو الخوابير؟ لا يعني حاجه كبيره يعني. من نفسك لا يعني افهم يا معلم. هم انا جاي على السمعه. انا جاي على السمعه. ايوه حضرتك بتحب ايه؟ انا بحب كل المجمهرات، بس بالذات الخواتم. الخواتم؟ وتكون خواتم اثريه. والله انت يا ابن حلال. والله ويستحسن يكون بتاع مهسر. ايه يعني؟